حضرتك. دكتوره اسماء عبد الحميد، اخصائيه الامراض الجلديه والتناسليه بمستشفى الحوض المرسول. ممكن تعرفينا ايه هو مرض الثعلبه؟ مرض الثعلبه يعتبر من الامراض المناعيه ذاتيه الشفاء. مرض يعتبر منتشر نسبيا ما بين الاطفال والكبار، سيدات والرجال. تشخيص المرض سهل جدا، غالبا بيتم عن طريق الفحص السريري، لكن في بعض الاحوال بنحتاج استعانه بحاجات تانية زي منظار الجلد لتاكيد التشخيص او للتفرقه ما بين الامراض التانية اللي بتسبب فقدان في الشعر. من الحاجات برضو اللي بتفيدنا بفحص الدرمسكوب بنشوف اذا كان في نشاط في الثعلبه او لا. هو يعتبر مرض بسيط، مش بيستدعي زعر من المريض، غالبا بيتحسن مع العلاجات الموضعيه، لكن بننصح المرضى ان يعني في حاله لاحظوا فقدان في الشعر من منطقه او اكتر من الجسم ان هم يسارعوا باستشاره طبيب الجلديه، لان كل ما العلاج كان بدري كل ما كانت التحسن على العلاج ونسب الشفاء كانت اكتر بكتير من لما بنتاخر عن استشاره الطبيب. طب وايه اسباب؟ هو زي ما قلت لك هو مرض مناعي، ممكن يكون بعد تعرض المريض لصدمه مثلا او ستريس او حاجه زي كده. ساعات بيبقى مصاحب لبعض الامراض المناعيه الاخرى زي الغده الدرقيه او مرض السكر. ساعات بنشوفه كتير في الاطفال المصابين بالداون سيندروم او متلازمه داون. دي يعني معظم الحاجات اللي احنا بنقابلها في العياده. طب والعلاج؟ العلاج الحقيقه بيختلف على حسب الحاله، شده الاصابه، الامراض المناعيه المصاحبه، سن المريض. بنبدا الاول بالتدريج بعلاجات موضعيه في المنزل، ممكن المريض نحتاج ان هو ياخد حقن موضعي على فترات. لو الحاله طبعا الاصابه فيها شديده شويه ممكن نضطر ياخد علاج عن طريق الفم او عن طريق الحقن. غالبا معظم الحالات بتتحسن بالعلاجات الموضعيه، لكن بنحتاج متابعه كل فتره علشان نشوف نسبه التحسن، او لو احنا محتاجين ان احنا نتدخل بعلاجات اقوى على حسب الحاله. من العلامات اللي ممكن تخلي المريض يعرف شوية ان بدأ يبقى فيه نشاط ان المريض يكون ماشي على علاج وبدأ يظهر بقع فيها فقدان في الشعر، سواء كان في فروة الراس او في الرموش او الحواجب او في منطقة الدقن عند الرجال، او منطقة واحدة في الشعر وتبدأ المنطقة دي توسع تاخد مساحة اكبر شوية، او من الجسم كله. فدي بتدل ان بدأ يبقى فيه نشاط في الثعلبة، لكن في علامات تانية بس دي المريض مش هيقدر يعرفها، دي بتبنينا احنا عن طريق الفحص بمنظار الجلد. شكرا جدا.